مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن الآن في لايف جديد مستمرين معكم في التغطية الإخبارية. نحن الآن في سوق العبور لكي نتعرف على أسعار الخضار من سوق العبور جملة وقطاعي. كما تشاهدون الآن بعض المعروضات الخضار مثل خيار، بطاطس، طماطم، كابوتشا، ليمون، الجزر. هتعرف بحضرتك عم الحاج وكلمني الاسعار اخبارها ايه عندك في السوق، والسوق بيبدا الساعه كام في الخضار؟ الخضار بيبدا من الساعه 7 الصبح. هتعرف بيك الاول. اتفضل يا باشا. رفعت رجب عم رفعت، السوق بيبدا من الساعه كام؟ من الساعه 7 الصبح. ينتهي الساعه كام؟ ينتهي مثلا يقعد شغال لغايه مثلا العصريه على الساعه 4 كده، بعد كده يبقى ماشي بطيء بالليل. تمام. الاسعار حلوه بتبقى الصبح. الاقبال الصبح. صح كده؟ صح. تمام، كلمني على الاسعار، الخيار اخباره ايه؟ الطماطم والله الخيار اللي من دول غالي عشان الزرع الحر مبهدله ومبوظه، ماسك 6 جنيه ونص و 6 جنيه في السوق. يعني اللي بياخده 6 ونص ممكن احط عليه 8 جنيه بره عشان يجيب ثمنه، بيعه ومشالاته وعربياته الطماطم. الطماطم وقف 3 جنيه من السوق. تمشي 4 جنيه بره. لو اتكلمنا على الليمون. الليمون من 18 ل 17، يعني 20 جنيه بره. 17 18 الجملة، عايزين نوضح للناس. جملة 17 18. صح كده؟ قطاعي. حلو. قطاعي. بره ب 20 جنيه. تمام. إيه الجزر. الجزر واقف 5 جنيه من السوق، بيتباع بره ب 7. الفلفل الألوان. الفلفل الألوان من 15 ل 14. ده جملة. قطاعي. من 14 ل 15. جملة. قطاعي. قطاعي ممكن يمشي 18 20. سؤال بقى هنا في بالنسبه للفلفل الالوان، هل بيختلف سعره بين الاصفر والاحمر ولا لا؟ هو مع بعضين، اللي بياخد مثلا كرتونتين صفر ياخد كرتونتين احمر. ده مدندن. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش يبيع احمر لوحديه ولا اصفر لوحديه. تمام. لو باع اصفر لوحديه الاحمر يقع. لكن الزبون اللي بيخش لازم ياخد احمر واصفر. الكابوتش اخباره ايه؟ الكابوتش شغال 40 جنيه. ده القفص؟ القفص فيه 10 حبات، يعني ب 4 جنيه يتباع ب 5 جنيه بره. دي حبايه كبيره ولا صغيره؟ حبايه وسط يعني. كلمني على التوم. التوم المستورد الكرتونه ب 380. يعني الشبكه واقفه عليها 8 جنيه ونص يتباع ب 10 جنيه بره. البطاطس. البطاطس والله من دول شاده شويه عشان خزين. تمام. شغاله من 5 جنيه ل 5 وربع. سوق العبور دملة على بال ما توصل المحلات على 8 جنيه 7 جنيه 7 جنيه عشان المصاريف. لو سالناك بالنسبه للكوسه البتنجال. الكوسه شغاله من 5 جنيه 6 جنيه في السوق. الزرع النظيف ب 6 جنيه، المتوسط 5 جنيه. البتنجال اخباره ايه؟ دملة. البتنجال الرومي من 3 جنيه ل 3 ونص. قطاعي يبيع بكام؟ قطاعي 5 جنيه. العروس. العروس ب 3 ونص. قطاعي برضه يمشي 5 جنيه برضه. الاسعار انت شايفها عامله ايه؟ يعني هل في اقبال يعني مفيش اقبال؟ الاسعار متوسطه عشان الجو حر والعماله قليله والسوق برضه متوسط. انت بقالك قد ايه في المهنه؟ وهل انت ناوي تورثها للاولاد؟ بقالي 25 سنه. هل انت ناوي تورثها في الاولاد؟ ان شاء الله. ما انا عارف شغلني معانا، كل العائل اللي يطلع ويبقى تمام بيشتغل معانا. بيتعلموا؟ بيتعلموا شغلانه الصدره. لا بتعلمهم كمان مدارس ولا؟ في المدارس. اللي بقى في ايام المدارس بيخش معانا السوق، وفتره المدارس بيبقوا في المدارس. كلمني، هل اسعارها بتزيد قبل العيد ولا لا؟ لا الاسعار بتزيد قبل العيد، في عيد رمضان او في عيد الضحيه لازم الاسعار قبل العيد بخمس ايام تبقى رفعت. ليه السبب؟ عشان في ثلاث ايام اجازه في السوق. فاللي السحب بيبقى ايه؟ كتير. اللي بيودي الغردقه ويودي شرم الشيخ ويودي العين السخنه ومش عارف ايه بيسحبوا خضار كتير، فالاسعار كلها رافعه شويه. امتى تنزل الاسعار بعد العيد؟ بعد العيد. بعد العيد بثلاث اربع ايام. تبقى طبيعي. عشان احافظ على الخضار عندي في البيت احافظ عليه ازاي؟ في الثلاجه. والله تاخده حط في الثلاجه. تمام. وانت وحظك، ممكن الثلاجه تبوظه لك وممكن يقعد عايش في الثلاجه. هل في حاجات معينه احافظ عليها؟ يعني الليمون يقول لك مثلا لفه في الجرنان، الكلام ده صح ولا غلط؟ لفه في الجرنان وتحطه في الثلاجه. اللي هو ايه؟ الليمون. بس مش هيقعد فتره كتيره، بعد ثلاث ايام هتلاقيه خلاص كده انتهى، لازم تضطر ترمي الزيت غيره لو ما استخدمتوش.
طب لو الخيار نحافظ عليه ازاي برضك؟ الخيار يوم والتاني تلاقيه بقى لازم يوم ويوم طازة على طول. ما الخيار ما استحملش عشان المية كله. الطماطم لو عندي مش حمراء هل ممكن لو قعدتها فترة تحمر؟ لو حطيتها برا التلاجة حطها برا التلاجة يوم والتاني تلاقيها حمرت. يعني تبقى مخضرة شوية ويوم التاني تلاقيها حمرت برا التلاجة، لكن حطيتها جوا التلاجة تبقى زي ما هي. لو سألناك بالنسبة لباقي الأصناف الخضار البسلة الفاصوليا البسلة في الشتاء البسلة في الشتاء دلوقتي فيه فاصوليا الأسعار عاملة كام؟ فاصوليا ب 6 جنيه ملوخية الملوخية ب 2 جنيه ونص أكتر حاجة مبيعا إيه هي؟ أكتر حاجة دلوقتي الملوخية والبامية البامية عاملة إيه؟ البامية جميلة حلوة أسعار 12 جنيه دي جملة؟ آه قطاعي 15 دي حجمها الصغير ولا ليها حجم معين؟ حلو في اقبال عليها؟ اه شغاله جميله ما حدش بياكل غير فاصوليا وبامبي بتاع الملوخيه وبامبي عشان الجو حر. لو سالناك اخر سؤال بالنسبه للاقبال على الخضار تدريجيا ايه اكتر حاجه مبيعه؟ اكتر حاجه مبيعه الطماطم والبطاطا والبصل. البصل اخباره ايه صحيح؟ البصل جميل شغال ب 3 وربع 3 ونص في السوق دمنا هتطلع بره 4 جنيه من 5 جنيه. ده احمر ولا ابيض؟ الاحمر والابيض. تنصح الناس بايه؟ الاحمر ولا الابيض؟ طبعا الاحمر اللي شغال. حلو جميل. انا بشكرك وبشكر متابعي اليوم السابع، النهارده كنا معكم في لايف جديد من سوق العبور اللي كان نتعرف اسعار الخضروات ان كان جمله او قطاعي، بشكركم كان معكم عزوز الديب من سوق العبور سوق الخضار في العبور، اشكركم. البطاطس. البطاطس والله من دول شادة شوية عشان خزين تمام شغالة من 5 جنيه لخمسة وربع في سوق العبور دملة على بال ما توصل المحلات على 8 جنيه 7 جنيه 7 جنيه عشان المصاريف. لو سألناك بالنسبة للكوسة البتنجال الكوسة شغالة من 5 جنيه 6 جنيه في السوق الزرع النظيف ب 6 جنيه المتوسط 5 جنيه. بتنجال أخباره إيه؟ دملة البتنجان الرومي من 3 جنيه ل 3 ونص. قطاعي يبيع بكام؟ قطاعي 5 جنيه. العروس؟ العروس ب 3 ونص. قطاعي برضه يمشي 5 جنيه برضه. الاسعار انت شايفها عامله ايه يعني؟ هل في اقبال مش اقبال؟ الاسعار متوسطه عشان الجو حر والعماله قليله والسوق برضه متوسط. انت بقالك قد ايه في المهنه؟ وهل انت ناوي تورثها للاولاد؟ بقالي 25 سنه. هل انت ناوي تورثها في الاولاد؟ ان شاء الله ما انا عارف شغلني معانا، كل العائل اللي يطلع ويبقى تمام بيشتغل معانا. بتعلمهم؟ بتعلموا شغلانه الخضره. لا بتعلمهم كمان مدارس؟ اه في المدارس اه. اللي بقى في ايام المدارس بيخشوا معانا السوق. وفي فتره المدارس بيبقوا في المدارس. كلمني هل اسعارها بتزيد قبل العيد ولا لا؟ لا الاسعار بتزيد قبل العيد، في عيد رمضان او في عيد الضحيه لازم الاسعار قبل العيد بخمس ايام تبقى رفعت. ليه السبب؟ عشان في ثلاث ايام اجازه في السوق. فاللي السحب بيبقى ايه؟ كتير، اللي بيودي الغردقه ويودي شرم الشيخ ويودي العين السخنه ومش عارف ايه بيسحبوا خضار كتير. فالاسعار تروح رافعه شويه. امتى تنزل الاسعار بعد العيد؟ بعد العيد؟ بعد العيد بثلاث اربع ايام. تبقى طبيعي. عشان احافظ على الخضار عندي في البيت احافظ عليه ازاي؟ في الثلاجه. والله تاخده تحطه في الثلاجه. تمام. اه وانت وحظك ممكن التلاجه تبوظه لك وممكن يقعد عايش في التلاجه. هل في حاجات معينه احافظ عليها؟ يعني الليمون يقول لك مثلا لفه في الجرايد، الكلام ده صح ولا غلط؟ لفه في الجرنان وتحطه في التلاجه. اللي هو ايه؟ الليمون. الليمون اه. بس مش هيقعد فتره كتيره بعد ثلاث ايام هتلاقيه خلاص كده انتهى. لازم تضطر ترمي دي وغيره لو ما استخدمتوش. طب لو الخيار نحافظ عليه ازاي برضه؟ الخيار يوم والتاني هتلاقيه بقى. لازم يوم ويوم طازه على طول. ما الخيار ما استحملش عشان الميه كله. الطماطم لو عندي مش حمراء هل ممكن لو قعدتها فتره تحمر؟ لو حطيتها بره التلاجه حطها بره التلاجه يوم والتاني تلاقيها حمرت. يعني تبقى مخضره شويه ويوم التاني تلاقيها حمرت بره التلاجه، لكن لو حطيتها جوه التلاجه تبقى زي ما هي. لو سالناك بالنسبه للي لو ما استخدمتوش. طب لو الخيار نحافظ عليه ازاي برضه؟ الخيار يوم والتاني تلاقيه بقى لازم يوم ويوم طازة على طول. ما الخيار ما استحملش عشان الميه كله. الطماطم لو عندي مش حمراء
هل ممكن لو قعدتها فتره تحمر؟ لو حطيتها بره الثلاجه، حطها بره الثلاجه، يوم الثاني تلاقيها حمرت. يعني تبقى مخضره شويه ويوم الثاني تلاقيها حمرت بره الثلاجه، لكن حطيتها جوه الثلاجه تبقى زي ما هي. لو سالناك بالنسبه لباقي الاصناف الخضار، البسله، الفاصوليا، البسله في الشتاء، البسله في الشتاء دلوقتي في فاصوليا الاسعار عامله كام؟ الفاصوليا ب 6 جنيه. ملوخيه؟ الملوخيه ب 2 جنيه ونص. اكتر حاجه مبيعا ايه هي؟ اكتر حاجه دلوقتي الملوخيه والباميه. الباميه عامله ايه؟ الباميه جميله حلوه. اسعار؟ 12 جنيه. دي جمله؟ اه. قطاعي 15. دي حجمها الصغير ولا ليها حجم معين؟ حلو. في اقبال عليها؟ اه شغاله جميله، ما حدش بياكل غير فاصوليا وباميه، بتاع الملوخيه وباميه عشان الجو حر. لو سالناك اخر سؤال بالنسبه للاقبال على الخضار تدريجيا، ايه اكتر حاجه مبيعه؟ اكتر حاجه مبيعه الطماطم والبطاطس والبصل. البصل اخباره ايه صحيح؟ البصل جميل، شغال ب 3.25 3.5 في السوق دمنا. هتطلع بره 4 جنيه من 5 جنيه. ده احمر ولا ابيض؟ الاحمر والابيض. تنصح الناس بايه؟ الاحمر ولا الابيض؟ طبعا الاحمر اللي شغال. حلو جميل. انا بشكرك وبشكر متابعي اليوم السابع. النهارده كنا معكم في لايف جديد من سوق العبور اللي كان اتعرف اسعار الخضروات ان كان جمله او قطاعي. بشكركم، كان معكم عزوز الديب من سوق العبور، سوق الخضار في العبور. اشكركم.